الثالث من آذار عام 2022، مؤسسة الشهداء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حظيت بدعم ومباركة الرئاسات الثلاث، وقعها عن الجانب العراقي رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، فيما وقعها عن الجانب الإيراني نائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الدكتور سيد أمير هاشمي. المذكرة تهدف إلى تأمين رحلات علاجية لذوي الشهداء في أفضل المستشفيات والمراكز الصحية الإيرانية، تسهيل قبولات ذوي الشهداء في جامعة شاهد التابعة لمؤسسة الشهيد والجامعات الإيرانية الأخرى، تنظيم الرحلات السياحية والدينية وزيارات العتبات المقدسة في كلا البلدين، الاستفادة من الخبرات في المجال العمراني في بناء مجمعات سكنية لأسر ذوي الشهداء. كل هذا يكون عبر تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ التفاهمات بين البلدين.